بدر رجب مكتشف النجوم. يعد بدر رجب أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وهو من أبرز وأهم مكتشفي المواهب في الكرة المصرية والقلعة الحمراء، حيث إنه أشرف على تدريب العديد من نجوم الصف الأول في فريق الأهلي والمنتخب خلال الفترة الأخيرة. بدر رجب الذي يعتبر الأب الروحي لغالبية ناشئي الأهلي في السنوات الأخيرة خرج من تحت يديه اللاعبون أمثال رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه وعفروتو وعمر جمال ومحمود عبد المنعم كهربا وغيرهم من الأسماء التي لمعت في سماء الكرة المصرية. بدر رجب معنا في رقم 10 للحديث عن كواليس اكتشافه لنجوم الكرة المصرية ورأيه في مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سوارش، بالإضافة إلى توقعاته لمدرب منتخب مصر القادم، والحديث معه حول ذكرياته في الملاعب والسر وراء استبعاده من قائمة المنتخب قبل مونديال 90.